السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف السادس الابتدائي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مع فصل جديد من فصول قصة علي مبارك. إن شاء الله النهاردة هناخد الفصل الخامس في فرنسا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، طبعا هنكمل مسيرة علي مبارك اللي بدأناها في الترم الأول. وقفنا في الترم الأول إن هو التحق بمدرسة المهندس خانة وكان من المتفوقين فيها ومحل إعجاب المعلمين والنظار وغيرهم. فإن شاء الله النهاردة يا شباب بقى سنكمل ما بدأنا. طبعا هناخد كده ملخص سريع للفصل. بيقول لي: امتاز علي مبارك بالجد والاجتهاد والخلق الفاضل في عام 1265 هجرية. أرسل محمد علي أنجاله، يعني أبناءه أو أحفاده، إلى فرنسا ليتموا تعليمهم هناك، ورأى أن يرافقهم فيها بعض من نجباء مدرسة المهندس خانة اللي كان فيها مين؟ علي مبارك، وكان من بينهم علي مبارك. فطبعا اختير علي مبارك لأن يسافر مع أنجالي محمد علي. حاول ناظر المدرسة ومعلموها إبعاد فكرة السفر عن علي مبارك، قال له: يا علي، طبعا شايفينه مجتهد ومتفوق، فقالوا له: يا علي، افضل معانا هنا في المدرسة وستصبح معلما وستأخذ راتب معلم، أما إذا سافرت إلى فرنسا فستصبح أو ستكون كما أنت تلميذا. فطبعا علي مبارك، طبعا يا شباب عارفين إن هو بيحب العلم ويحب السفر من أجل العلم، فطبعا قرر علي مبارك السفر وأصر عليه، وترك نصف راتبه لأسرته الفقيرة في مصر. كان عدد طلاب البعثة 70 طالبا. صادفت علي مشكلة في فرنسا. إيه هي المشكلة؟ لما سافر بقى وجد أن جميع المواد تدرس باللغة الفرنسية، وعلي مبارك لا يعرف شيئا عن اللغة الفرنسية. تغلب علي مبارك على هذه المشكلة بتعليم نفسه عن طريق كتب الأطفال، وخاصة بعد أن أمر محمد علي بعودة الطلاب الذين رفضوا التعلم بعد أن بخل عليهم الطلاب الذين يعرفون اللغة الفرنسية ورفضوا مساعدتهم. يبقى إذن علي مبارك تغلب على هذه المشكلة، وهي أن الدروس هنالك كلها تلقى عليهم باللغة الفرنسية، وهو لا يعرف شيئا عن اللغة الفرنسية. فطبعا كان هناك طلاب متفوقين في اللغة الفرنسية فبخلوا على زملائهم الضعاف في اللغة الفرنسية ولم يعلموهم شيئا. فطبعا علي مبارك هذه المشكلة كانت ستتسبب في رجوعه إلى مصر وضياع تلك الفرصة العظيمة هنالك في الدراسة في فرنسا. وطبعا أتى بكتب الأطفال الفرنسية وعكف عليها وحفظ ما فيها حتى نبغ في اللغة الفرنسية، وكان أول الدفعة كلها، طبعا علي مبارك من صفاته الحسنة أنه كان يمتاز بالجد والاجتهاد وحب العلم. طيب، بعد كده يا شباب نكمل. اجتاز علي الامتحان بنجاح وكان أول فرقته ونال جائزة التفوق زي ما احنا قلنا، واختير هو واثنين من زملائه بدراسة المدفعية والهندسة الحربية، ومنح رتبة الملازم الثاني، وأتم الدراسة بعد سنتين، والتحقوا جميعا هو وزملائه بفرقة المهندسين بالجيش. أراد إبراهيم باشا للمبعوثين زيارة للبلاد الأوروبية للاستفادة من التقدم هناك، ولم يتم ما أراد لوفاة صاحب الفكرة. إبراهيم باشا أراد للمسافرين في البعثة أن تطول مدة إقامتهم في البلاد الأوروبية، ولكن هذه الفكرة لم تتم لأن صاحبها يعني إبراهيم باشا مات. عين بعده عباس باشا الأول. عباس الأول أمر بعودة المبعوثين، ومنح علي مبارك رتبة اليوز باشي الأول، وعين مدرسا بمدرسة طرة، وتزوج ابنة أستاذه في الرسم بمدرسة أبي زعبل وفاء لأبيها. ثم قام علي بزيارة أسرته بعد 14 سنة،
وهو في مهمة رسمية وهي مسح البحيرة ليحصل على راتبه كاملا. وهو في الإسكندرية فوجئ باستدعاء عباس الأول له حالا في القاهرة. المناقشة: لماذا تطلع علي مبارك للسفر إلى أوروبا؟ طبعا لأنه سيجني خبرات كثيرة تساعده في خدمة وطنه كما كان يتمنى دائما. سين 2: من الذي رشح علي للسفر ولماذا؟ طبعا محمد علي. لماذا؟ وذلك لأنه من نجباء مدرسة المهندس خانة. سين 3: متى سافرت البعثة وكم كان عددهم؟ 1265 هجرية، وكان عددهم 70 طالبا. سين 4: ما موقف الناظر والمدرسين من سفر علي مبارك ولماذا؟ وكيف حاولوا إقناعه عن السفر ورجوعه عن البعد عن ذلك السفر وأن يبقى في مصر؟ كان موقفهم الرفض لفكرة السفر، لأنهم يعرفون كفاءته وقدرته على التعليم، واستخدموا معه الإغراء بالراتب والوظيفة، ولكنهم لم ينجحوا، وصمم علي مبارك على السفر إلى فرنسا. لماذا أصر علي على السفر؟ طبعاً لأنه يعرف ما سيجنيه من هذا السفر من خير كثير يخدم به بلده. ما الصعاب التي واجهت علي مبارك في السفر وكيف تغلب عليها؟ طبعا أن الدروس كانت تلقى عليه باللغة الفرنسية التي يجهلها، لا يعلم شيئا عن اللغة الفرنسية، وواجهها علي مبارك بتعليم نفسه عن طريق كتب الأطفال، بما أمر من يعرفون اللغة الفرنسية. وهل استجابوا للأمر ولماذا؟ أمروهم بمساعدة من لا يعرفون اللغة الفرنسية. طبعا لم يستجيبوا للأمر لأنهم أرادوا التفوق عن غيرهم، أرادوا الانفراد بالتفوق. ما الأمر الذي أصدره الخديوي محمد علي لمن رفضوا التعلم ولماذا؟ طبعا الأمر هو العودة إلى مصر مكبلين بالحديد، وذلك لأنهم رفضوا التعلم بعد أن كلفوا الدولة المصاريف في تعليمهم. فيما اختير علي مبارك وزملاؤه أو زميليه؟ طبعا اختيروا لدراسة المدفعية والهندسة الحربية، ومنح رتبة الملازم ثاني، ما البرنامج الذي أعده إبراهيم باشا لهم ولماذا لم يتم هذا البرنامج؟ طبعا البرنامج هو زيارة الدول الأوروبية للاستفادة من التقدم في هذه الدول، ولم يتم هذا البرنامج لأن صاحب الفكرة إبراهيم باشا قد مات. كيف عبر علي مبارك على وفائه لأسرة أستاذه في الرسم؟ طبعا تزوج من ابنة مدرس الرسم في مدرسة طرة. صف زيارة علي مبارك لأسرته. كانت الزيارة بعد 14 عاما، وكان الوقت ليلا، وفرحت الأم كثيرا، واختلطت مشاعرها من الدهشة والإغماء والبكاء والزغاريد والضحك والعناق. شهد بيت الأسرة في بريمبال فرحتان كبيرتان، وضح. الفرحة الأولى مولد علي مبارك، والثانية عودة علي بعد غياب 14 سنة. ما الدروس المستفادة من هذا الفصل؟ طبعا الاعتماد على الله عز وجل، ثم الثقة بالنفس، وحب الوطن، والاستعداد لخدمته. كده يا أبطال نكون خلصنا الفصل، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.